اولا شكر موصول لقناه وطنيه اللي راهي حاضره معنا وغطت الحدث هذا واللي راهي شريكه اعلامي لجمعيه نسر الخير. ثانيا شكر موصول لكافه المحسنين والمساهمين وكل العائله الصيفيه وكل سكان ولايه الصيف خاصه الجمعيات اللي في البلديات المجاوره والجمعيات التي لها صله بالاطفال الايتام. الحمد لله هذا اليوم كان تحت شعار عائله واحده. الحمد لله الناس الصيف كانوا في الحدث وكانوا لبوا نداء جمعيه نسر الخير اللي كان اليوم افطار جماعي. ان شاء الله لنا مواعيد اخرى ومشاريع خيريه اخرى بعد رمضان. نقول لكم صحه عيدكم وصحه رمضانكم مره اخرى وبارك الله فيكم.